اختصار لكثير من المشاعر الإنسانية الخاصة بالمرأة، البوح لغير المحكي من خلال الحركة، من خلال الإيماءة، من خلال المشاعر اللي ممكن أن تظهر على هذه التكوينات اللي حاولت أن أظهر بها المشاعر الإنسانية والمشاعر الوجدانية غير القابلة للحكي. فهي تجربة حقيقة أنا يعني شعرت بإنتاجها في لحينها، شعرت بالمتعة تماما في إنتاج مثل هكذا أعمال، وشجعتني أنه أستمر بإنتاج الكثير من هذه الأعمال لأن يعني إنتاج مثل هذا المعرض. وخلاصة هذه التجربة أن عرضت هذه الأعمال وأفرحني أنه أسعدت الكثيرين من المتخصصين في مجال الفن والأدب والقصة أيضا. وهناك نقطة مهمة أود أن أقولها، أنه هدفي من هذا المعرض أو من هذا يعني هذه التجربة بالذات هو أنه الفنان يتحرر من الخط الواحد، يكون قادر على أنه يتجدد باستمرار، لأن هناك طرق أو مسارات كثيرة جدا ممكن أن يخوضها الفنان حتى ينتج الشيء الجديد. هذا هدفي الرئيسي كان من هذا المعرض. بالتالي هنا العمل الفني ممكن أن يتحول أو ينتقل إلى مراحل أخرى تحيل إلى مجال الاختلاف والتجدد في نفس الوقت. وأعتقد هذا هدف كل فنان من هذا الموضوع. جنان محمد أحمد، فنانة تشكيلية. المطالع للأعمال والمنحوتات اللي هي مزيج بين النحت والخزف وحتى الرسم في أعمال دكتورة جنان، راح أشوف أنه كمية هائلة من الاسترخاء موجودة بجميع الفقرات والمنحوتات أو أعمال الخزف اللي اشتغلتها الدكتورة جنان، كلهن اللي رسمتهن، النساء اللي رسمتهن الدكتورة جنان بيهن مسحة الاسترخاء كلها وما بيها أي شيء من الانفعال. وهي رصدت لحظات بيتوتية أو منزلية في هذا المعرض، الأفعال البسيطة اللي تقوم بها النساء بعيدا عن المطبخ، بعيدا عن أي عمل آخر، بعيدا عن أي نشاط آخر، هن ويعني انفعالاتهم اليومية العادية، الحوارات البسيطة اللي تصير بين النساء اللي ما بها موضوع مهم، وهذا واضح من الوجوه والاسترخاء اللي موجود بيها، الأحاديث الجانبية العادية اللي تجري بين النساء، لحظات الاستلقاء عند النساء، هي احتفاء من دكتورة جنان بأنوثتها وبالمرأة اللي بداخلها، مقابل كم هائل من الأحداث والصراعات اللي تجري بالعالم، مقابل كل ما يجري بالعراق ومقابل كل ما يجري بالعالم، نلقى دكتورة جنان ترصد أنهن غير مكترثة بكل ما يجري وباسترخاء تام وكامل قبالة كل ما يجري بالعالم وبالعراق الآن. لذلك سميتها هي يعني احتجاج على كل ما يجري في العالم، احتجاج وعدم تفاعل مع ما يجري من دماء ومن صراعات على المستوى السياسي وعلى المستوى المجتمعي، الحروب اللي جاي تجري بالعالم، كورونا والأمراض الوبائية اللي جاي تجري بالعالم، نرى أن ست جنان تحتج على كل ما يجري بالانزواء بداخلها بذاتها الأنثوية والاسترخاء بداخل هذا الذات بعيدا عن كل ما يجري في هذا العالم. دكتورة جنان في هذه الأعمال تصور المرأة البصرية بحضورها الكبير المسترخي وسط ما يجري في البصرة من صراعات ومن عدم استقرار في المجتمع البصري بشكل عام.
الألوان الجميلة اللي طرزت بها الثياب النساء، تارة تشتغل بألوان إحادية أحادية هي أقرب إلى الرمادي وإلى البيجي، وتارة أخرى وأيضا هي ألوان دافئة وهذا دلالة على الدفء اللي تحس به، وتارة أخرى تطرز بمجموعة زخارف، هاي الزخارف تغازل التراث البصري وتغازل أصالة الرؤية اللي موجودة عند جنان محمد للمرأة كما تراها دكتورة جنان. اشتغلت بمجموعة لونية جميلة جدا بها زخرفة، لكن الزخرفة الهادئة الزخرفة المسترخية أيضا حالها حال وجوه النساء اللي كانت موجودة. ألف تحية لجنان محمد في هذا المعرض، وهذا الإبداع ليس ببعيد عن فنانة لها تاريخها ولها بصمتها الخاصة على مستوى الفن التشكيلي العراقي، وما أريد أقول أنه الفن التشكيلي النسوي باعتبار أنه الفنان هو ذات وحدة بغض النظر عن كونه مرأة أو رجل، لكن إذا أجيت إلى هذه الزاوية هي ترسيخ لمكانة المرأة وإعادة لبصمة قوية للمرأة كفنانة في الحركة التشكيلية العراقية. بصراحة اليوم يعني زيارتي للمعرض وانعجبي تشد الإعجاب أعمال الدكتورة جنان اللي هي غنية عن التعريف، حسيت بأعمالها يعني هي ابتدت شوي عن الرسم بس تحس بيها ريحة البصرة، شكل البصرة، ألوان البصرة. الآن النتاجات هي عبارة عن تداخل عدة أجناس فنية، منها الرسم والنحت والخزف، وهذه النتاجات تعكس لتطور أو تنقل الحركة الثقافية في ذهن الفنان، وتنوع نتاجاته الفنية أدى إلى نتاج مغاير ويحتضن هذه الأجناس.